من خلال المتابعة الدائمة لنشاط شبكات تهريب الأسلحة، تمكنت الجهات المختصة في حمص من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة على الحدود الإدارية بين حمص وحماة بريف حمص الشرقية، والتي كانت معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية بريف إدلب الشمالي. الأسلحة المضبوطة هي عبارة عن بنادق آلية ورشاشات بيكيسي وأيضا رشاشات متوسطة، مدفع هاون، صواريخ محمولة على الكتف، قواذف آر بي جي، قذائف آر بي جي، وأيضا كمية كبيرة من القنابل اليدوية وأيضا قذائف هاون بمختلف العيارات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة المتنوعة بمختلف العيارات. تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة في ريف حمص الشرقي على الحدود الإداري بين حمص وحماة، وقد كانت هذه الأسلحة معدة للتهريب للمجموعات الإرهابية المسلحة في ريف إدلب، وقد شملت هذه الأسلحة بنادق آلي ورشاشات وقوازف آر بي جي وبعض الذخائر المتنوعة، ونحن مستمرون بملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة حفاظا على أمن الوطن. جهود كبيرة تبذلها الجهات المختصة في ملاحقة شبكات تهريب الأسلحة، وذلك للحفاظ على أمن واستقرار الوطن. الإخبارية السورية، أسامة ديوب.